راجل. مصر ما عدمتش الرجالة، الكل يطلع يقول انا راجل. يسلم لسانك والله. الكل يطلع كده يقول انا راجل، حتى الكاميرا، حتة كاميرا بسيطة. انا الموبايل مش قد كده، يعني الموبايل اللي بصور منه مش قد كده، بس يطلع قول لا، عيب، عيب اللي انت بتعمله ده، عيب اللي انت بتعمله. الحمد لله، يعني اتريقنا كفاية وهزرنا كفاية وشفنا الدنيا كلها وهي بايظة عندنا، وبقينا فرجة لكل اللي يسوى واللي ما يسواش عادي جدا. يعني انت كبنت انا بحترم فيك، يعني انت فعلا بمليون راجل. الطلب الرئيسي اللي نطلع وخلاص بقى، زهقت الفيديو بتاع رضوى. مدام رضوى صاحبه الفيديو اللي بتقول مفيش رجاله. سنة بجد شجاعه جدا، عملت اللي كتير مننا اصلا يعني مش عارفين نعمله. احنا الشعب اللي مفيش راجل عارف يحكمه. احنا قد الدنيا ومصر ام الدنيا واحسن بلد في الدنيا احنا ام الدنيا، احنا اخر الدنيا. واحنا الناس بتموت علينا بره، واحنا طيارنا مش عارف احسن طيار في الدنيا. احنا مفيش حاجه اسمها ام الدنيا، مفيش. دي مش ام الدنيا اللي احنا نقصدها، واحنا ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. دي مش مصر، لا دي مش مصر، ولا دي ناس مصر، ولا حد يقول ان دي مثلا دي رجاله مصر. لا مصر فيهاش رجاله. احنا خلاص لا مبالاه كده، خلاص مفيش رجوله. خلينا من غير كرامه، محدش بيسكت مصر الوقت الا بكل سوء. ايه تاني فيكي يا بلد ما حصلش فيه؟ احنا وصلنا لمرحله جب وخوف ورعب، انا بتهيالي كده محدش وصل لها في التاريخ. مفيش رجاله. لو في رجاله في مصر ما كانش سمح ان واحد زي ده يحكمنا. ولا دول خير جنود الارض اللي ربنا اتكلم عليهم؟ اقسم بالله ولا انتوا اي حاجه من الحاجات دي. البلد اللي ذكرت في القران، فين خير جنود الارض؟ احنا ما حدش فاكر ولا حد ذاكرنا الا بكل سوء. حمونا، احنا تعبنا بقى، حرام. نكمل ان شاء الله مع رسائل الناس، لسه معانا رسائل كتير، بس خلونا نرجع لبنان المنتفضة لما يقارب من اسبوعين. رسالة صمود من الشعب اللبناني من ساحة النور بطرابلس بننقلها لحضراتكم. لليوم 14 على التوالي، عروس الثورة مدينة طرابلس تثبت للجميع أن الثورة لا زالت مستمرة حتى تحقيق كافة المطالب. إسقاط الحكومة كان المطلب الأول وليس المطلب الأخير، كل الفاسدين، استرجاع المال العام وحاسبة الفاسدين. الحكومة ممنوع تنعاد هي ذاتها، ممنوع تنعاد نفس الأشخاص، نفس الشخصيات، ممنوع يكون في نفس التمثيلات السياسية. إسقاط النظام السياسي الحاكم في لبنان بشكل عام، المطالبة بكل الحقوق للشعب اللبناني. تحية لإذاعة الشعب. ألف تحية للشعب اللبناني وألف تحية للصامدين في كل مكان، في لبنان وغير لبنان. الشعب اللبناني احتشد في ساحة النور عشان يؤكد انه متمسك بمطالب الرحيل للجميع. الحشود كانت في كل مكان من شوارع لبنان، اللقطات منذ قليل. يكفينا بأنها نور على نور، تحتضن هذا الجمهور. وعدتن وعد رسمي انه بدنا نقول كلمتين اثنين، كلهم يعني كلهم يسمعونا من بيروت، كلهم اللي جاي ومستحي على الدار، على والاطمئنان على دار لا حرمان منه. يجب علينا من الصف الاول الى الصف الاخر ان لا نستحي، كلهم يعني كلهم. لا حدا يستحي فينا، كلهم يعني كلهم. ايها الاحباب، نعم هذا التاريخ سيكتب بدموع العيون بالذهب، والله يعني الذهب عليه. هيدي اول مره بينتفض الشعب بكل اطيافه ليقول للظالم فل، ارحل، فل، يكفينا ظلمك، يكفينا عهرك، يكفينا عهرك، لانه تستحي شو اسمه تكون مثلهم. انسان صالح ما اذا قال لشعبه تقدم فليتقدم. نحن بعكس، اذا قلت هلم الي، والله بدنا نهرول من هام ملعكار،
على الحدود. في العراق الطلاب ما زالوا هم العنوان الأبرز. طلبا اللي أعلنوا الإضراب من أجل الانضمام لتظاهرات الشعب كانوا في ساحة التحرير ببغداد. شارع الصناعة بتاريخ 30/10/2019. طبعا قبل ما يطلعون المظاهرة قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء وبعدها تحركوا. لسه عندنا رسائل كتير ومواضيع كتير وانفراد مهم النهارده من مصر. انفراد مهم النهارده من مصر. قبل ما اوريك رسائل من الوطن العربي رسالتين او توتين مهمين من وجهه نظر المتواضعه. سما يوسف فكره الاخت دعاء قصدها على طريقه الاعتراض على حادثه القطر بطريقه سلميه ومؤثره مهمه جدا. ويجب أخذها بعين الاعتبار لمشاهدي البرنامج في مصر. اعترضوا بأمان واركبوا ببلاش. فكرة اللي دعت ليها دعاء، بشكرك جدا يا ضياء. فكرة اللي دعت ليها دعاء بأن الناس تركب كل العربية تركب ببلاش. قلت لك أن فوق الخسائر اللي بتكلم عليها دعاء كسر الهيبة، حزمة العصيان يا جماعة. لما كل الناس تعمل حكاية مع بعض، قوة عبقرية الفكرة مهما كانت عبقرية نجاحها بعد توفيق ربنا في ان الناس تعملها كلها مع بعض. ياسمين، الى كل واحد طلع يقول انا راجل ذكرني بلقطة اللبنانيين، الولد اللي الراجل اللي كان بيقولك من شوية يا جماعة اتكلموا، كل واحد يطلع يقول انا راجل، بتقول ان فكرتها بلقطة اللبنانيين. انا ممول الثورة، كانت لقطة ذكية ومبدعة. تحية لبنات مصر وشبابها، تحية لكل الشعوب الحرة، والسيسي عدو الله. عجبتني جدا جملة أنا راجل اللي كان بيقولها الشاب المصري. رسائل تضامن كتير تأتي من الوطن العربي. الرسالة دي من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله والسيسي عدو الله. أخوكم موريتانيا. يا شعب مصر قوموا لروسكم، قوموا لأنفسكم، قوموا لروسكم، زيحوا عنكم يا طاغية، زيحوا عنكم يا طاغية. مصر ما تستحق لك مكان وقاتي، تستحق أكثر منها، تستحق أكثر منها كتير. الله إلى أخوكم موريتانيا، تعلم بما نشوف وقاتي الحالة اللي فيها، حالة مصر وقاتي شباب مصر وهالمياه النهار اللي مشي مصر نعالي. قال وزارة مصر المصرية يقول المصريين عدلوا صرف الصحة، صرف الصحة المياه يشربوا منه. كان مش وده. ما لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله. لعنة الله على السيسي، لعنة الله على السيسي. أخوكم موريتانيا، الله غالب. جسد واحد وأمة واحدة، ملعون في كل كتاب من بيفرقنا ويحاول يفرقنا ويعمل حدود ويعمل تفاهات وصراعات بين أمة واحدة. تحية لموريتانيا وشباب موريتانيا. حد كاتب دلوقتي بيتكلم بريق الأمل عن الخلية الثورية. فكرة الخلية الثورية دي فكرة رائعة جدا كمان يا جماعة، زي فكرة الدعاء. الخلية الثورية فكرة دي حقيقة اتقالت من تيار الأمة محمود فتحي ورجعت تاني بتتجدد أو بتصحى بشكل مع المبدع تامر عطوة كنانة. فكرة الخلية الثورية الأربعة خمسة دي فكرة أكتر من رائعة حقيقة. محمود بيتكلم عنها بقاله كتير، أستاذ محمود فتحي في تيار الأمة، واتكلم عنها
عطوة كنانة حقيقة بشكل وعمل فيديو أكتر من رائع عن فكرة الخلية الثورية، لكن تبقى الأفكار العبقرية نجاحها مرتبط بأن أكبر عدد ينفذها مع بعض. مش الشاب الموريتاني بس، شابة أردنية عايشة في مصر حكت قصة مهمة جدا عن ضابط شرطة في مصر وإزاي يتعامل معاه. كلنا بنمشي في الشارع وبيتكسر علينا وبنكسر عادي يعني، الموضوع انتهى. نزلنا داخلين على الكمين الكبير، في كمين كده كبير الناس اللي بتروح طريقة اسماعيلية، بيبقى قدامها مدينة المستقبل، بيبقى فيه كل انواع الضباط يعني، في مخدرات، في مباحث، في شرطة عادية، كله نقطة كده كبيرة ومعروفة. هو قدامي والشارع بياخد تقريبا 6-7 حارات يعني، فانا خلاص بقى كل واحد هيمشي في طريق هو ده مين، فانا جيت بقى يمين وبقى ان انا ادخل الكمين يعني، فانا هو قدامي كده وانا كده، فكل ما اجي كده يكسر عليا كده، اجي كده يكسر عليا كده، لدرجه انه انا افتكرت اللي في العربيه دول عصابه او ناس شاربه او شافوني انا والدتي فعايزين يعملوا اي حاجه فينا يعني، ده اللي في بالي، انا مش شايفه مين سايق اصلا. هو كان قدامي فضل يعمل يعني كده لحد اما دخلني في كمين في الحوادث في الحته اللي بيقول. انا لما دخلنا انا والدتي بنصرخ من نادي الضباط على اساس ان هو حد شارب او حاجه، انا فرحت ان احنا دخلنا في كمين اللي هو يعني انجدونا يعني. لقيت واحد اللي كان سايب على المفروض اللي انا فاكراه عصابه او ضابط عميد نازل، راجل كبير بيجري على شباكي وبيشتم، انت منوره النور، انت يا بت منوره النور، رخصك تتكلم كويس، هتكلم باللي انا عايزه، رخصك الضباط. طبعا الكمين كله بيخدم عليه كله بقى، بقوله اتكلم كويس، مفيش بيتكلم طريقه، واسكتي واخرصي لا. واحد مباحث واقف كتر خيره، ده كان ما شاء الله كويس قوي، بيقول لي ايه لما تدخلي جوه الحجز يعني اتكلمي بصوت واطي. قلت له انتوا مجانين يا جماعه، انا اجنبيه مش هدخل في حته محترمه. يقول لي انت كنت هتقلبيني، قلت له هو مين اللي هيقلبني، انت اللي قدامي هقلبك ازاي، منوره النور، طب ما انت هتقلبنا، وعملت انا فاكراك عصابه او حاجه، هو المفروض انت اللي تحميني على فكره يعني، لو في ضابط بيتفرج يا جماعه انتوا اللي المفروض تحمونا بقى، انا مش دعوه، انا بنت انا والدتي اتعدى علينا شتيمه وقله ادب، وصدقوني انا مش عارفه ايه، والست جالها جنان وعماله تصوت لا انا عمري ما حصل لي كده، انا عمري ما اتهنت، عمري ما اتشتمت، انا ما يتقليش انزل الحجز، انزل الحجز ليه عشان منوره النور في الباشا، عشان الباشا كان هيقلبني، فانا ما اتضايقت فنورت له النور، امال لو زمرت يا جماعه كنت هتاخد ايه، اسعاف سلطات، انا مش فاهمه، انا فعلا مش فاهمه، انا عايز حقي ومش عارفه اعمل ايه. ده لما انا بنت الناس ووالدتي يتعمل فينا كده، انا اسفه، امال الناس البسيطه انتوا بتعملوا فيهم ايه، لما انا ما عملتش اي حاجه انا مجني عليه بكل الطرق وحصل لي ارهاب، انت خوفتني وانا ماشيه، انت خوفتني انا والدتي واعتديت علينا ولفظيا، ولما ده انا كل اللي عايزاه قولوا لي اعمل، انا مش هسيب حقي، انا مش قادره اسيب حقي، انا موجوعه ومتضايقه ومش قادره اسيب حقي، انا حاسه اني انتهنت ومش ما عرفتش اعمل حاجه، ما عرفتش حتى ارد، معلش انا عايزه اعرف هو المفروض اعمل ايه، الاجراءات اللي ممكن اعملها، اروح اتعمل محضر جنبي في البيت، قالوا لي لا لازم تروحي تبع تبعك امين، انا مش عارفه اعمل ايه، انا متضايقه مقهوره، حاسه ان انا
اتهمت انه انا اغتصبت كده من في حد هني وقفني وهزقني وهني وخليني ابقى وسط المجرمين وكان عايز يدخلني الحجز عشان ولا حاجه عشان ولا حاجه اكشلي مش محتاج ان يكون في اي حاجه دول اسياد وعبيد قلت لك من 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 جرائم الانقلاب انه اطلق ايد الجميع ان يعملوا كل اللي عايزينه في هدف واحد في مصر ما تقتربش منه في فرعون عميل صهيوني لا تقترب منه خدم عليه مقابل انك تخدم عليه مباح لك الشعب تعمل فيه كل حاجة تغتصبه فعلا او مجازا تلعن سلسفيله فعلا او مجازا ترعبه وترهبه تعمل كل اللي انت عايزه فيه اكتر حاجة ده حكيتني حد سليم النية يعني كاتب على البث بينصح البنت الاردنية بيقول لها روح السفارة يا ابني سفارة ايطاليا ما قدرتش تعمل حاجة مع مصر مش عشان مصر قوية لا عشان بيحكمها واحد خاين مقدم كل الحاجات الاتحاد الاوروبي البرلمان الاوروبي لما طلع بيان من كام يوم لسه بيتكلم على ريجيني اللي ايطاليا اصلا ما بتتكلمش عنه